عجبا لهذا الزمان، النساء ترجلت والرجال تأنثت والأخلاق فسدت والصلاة تركت وطاعة الله نسيت ولحظة الموت اقتربت وعلامات الساعة ظهرت والمساجد أخليت والملاعب ملئت ودول الإسلام تفرقت والأمانة فقدت والفتن انتشرت والحروب ازدادت والقيم أهملت والمبادئ نسيت والعلاقات تشتتت والمساوي كثرت والحياة أصبحت كالألغاز لا يدرى مآلها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.